ندخل في الموضوع على طول واروح لكابتن سيد. إيهاب جلال في تجربته الأولى مع منتخب مصر، كيف تقيمها قبل ما ندخل في التفاصيل؟ يعني عنوان كده عام لتجربة إيهاب جلال الأولى الرسمية مع المنتخب. هو العنوان الرئيسي ان ما ينفعش الحكم زي ما انت قلت في البدايه. يعني المنتخب النهارده لو كان عمل اداء عالمي وكسب 6-0، كابتن ايهاب جلال ما كانش هيبقى هو المسؤول عن كده. الاداء ممكن مش مرضي شويه، بس كابتن ايهاب جلال برضو مش مسؤول عن كده، لان دي بدايه دي تحكم عليها بعد فتره، بعد 5-6 مباريات، بعد تجمعات كتيره تبدا تحكم على كابتن ايهاب جلال. انما النهارده مباراه، انت بتتكلم معسكر بدا من 5 ايام، ما فيش اي مدرب في العالم، حتى لو مين، لو جبت اعظم مدرب في التاريخ عشان يغير اداء فرقه او يعلي من اداء فرقه خلال 5 ايام او ينفذ حاجه خلال 5 ايام، هيبقى صعب جدا. فانا وجهه نظري ان احنا لازم نصبر، هي مرحلة لازم نصبر عليها عشان نقدر نحكم عليها بجد إذا كانت ناجحة أو فاشلة. وبرضو عندنا تجارب من المراحل اللي حصلت قبل كده، الجهاز الفني كابتن حسام بدري، الجهاز الفني كروش، انت بتغير كتير، فتغييراتك الكتير دي ما بتديلكش استقرار في الاداء، انت ما بتلحقش تقيم المدرب نفسه، ما لحقتش تقيم كابتن حسام، قيمته على الاداء ان هو اداء سيء والنتائج عاديه، بعد كده كروش اداء متفاوت، مباراتين ثلاثه اداء كويس وبقيه المباريات اداء وحش. على مستوى الانجازات هتلاقيه صعب، ان انت لعبت بطولات وما حققتش فيها الهدف الرئيسي بتاعك، بطوله افريقيا كان هدف رئيسي ان انت تاخدها ما خدتهاش، صعود كاس عالم كان هدف ما صعدتش، البطوله العربيه كان هدف رئيسي بالنسبه لك برضه ما حققتوش. فانا بتكلم الكابتن ايهاب لازم نصبر عليه، نديله فرصه كامله بمعنى اصح، احكم على التجربه بعد 5-6 مباريات بمعنى اصح. لازم يبقى عندنا رؤيه من ناحيه برضه وليد، انا اتكلمت فيها في الاستوديو قبل كده وما كنتش انت موجود، هو لازم يبقى عندنا هدف لبعد كده. يعني انا ما يهمنيش كاس الامم ان انا اكون متواجد وانافس على كاس الامم، انا عايز رؤيه لكاس العالم الجاي تبدا من النهارده. مشروع. مشروع هي الكلمه الصح. معنى ايه؟ انا ما انت بتلعب كاس امم كتير وياما لعبت وخرجت وياما كسبتها، فانت ركز من دلوقتي ان انت تبني ال4 سنين دول اخرهم هتوصل لايه؟ انت جايب مدرب عشان تقعده لحد كاس الامم وبعد كده تقول له مع السلامه ونبدا من الصفر كالعاده ونخش في الدوامه اللي احنا ماشيين فيها بقالنا فتره كبيره جدا. انت كوبر ليه نجح مع المنتخب؟ قعد فتره صعوده لكاس العالم، كابتن حسن شحاته قمه نجاحاته في 2008 بعد ما قعد تقريبا 4 سنين. كابتن حسن شحاته خرجنا من تصفيات كاس عالم مع الجزائر، بعد كده رحنا كاس الامم خدناها بعدها بـ2 شهر. فانت في مدربين لازم تعمل معاهم مشروع بمعنى اصح تكمل للنهايه، ما يبقاش اللي هو ايه، انا بقيمك على الوقت الحالي. وبرضو احنا عندنا حاجه مختلفه عن زمان دلوقتي وهي اداء اللعيبه، اداء اللعيبه مع اختلاف المدربين. انت ايه اللي اختلف في اداء اللعيبه في معظم اللعيبه؟ هتلاقي قليل جدا الاختلاف، فده يوصلك لايه؟ ان انت تغيير الاداء مع الجيل الحالي هيبقى صعب جدا حتى لو غيرت مين من المدربين. فانت الطبيعي تصبر عشان تعمل مشروع تبني عليه بعد طيب كده. طيب خلينا ناخد مشروع واروح لكابتن احمد. هل ايهاب جلال انت شايف، طبعا بغض النظر عن اداء النهارده، احنا اتفقنا ان اداء النهارده مش معبر عن تجربه كابتن ايهاب جلال لان لسه قدامنا المشوار طويل، لكن هل شايف كابتن ايهاب جلال ممكن يكون نواه لمشروع مدير فني لمنتخب مصر، مش بس كايهاب جلال لكن على الاقل نواه لمشروع لطريقه اداء لمنتخب مصر احنا بنتمناها، ممكن تجمع ما بين حلاوه الاداء والنتائج الايجابيه؟ الاول طبعا مبروك للمنتخب، بدايه موفقه من حيث النتيجه لكابتن ايهاب والمنتخب مصر من اللي شفناه في الماتش النهارده. يعني انا شايف ان الـ3 نقط بالنسبه للماتش اللي اتقدم النهارده حاجه كويسه جدا، وقلنا مش هنحكم على الكابتن ايهاب. فانا متوقع اللي كان هيحصل الاداء والشكل دوت من الفتره اللي فاتت، انت بتلعب في مواسم متلاحمه، المحترفين مخلصين الموسم بتاعهم كلهم لسه جايين، كابتن ايهاب ما لحقش 4-5 ايام المعسكر، اصابات الشناوي والنني تريزيجيه، الثلاثه اصابات بالنسبه له بره الماتش، ونفس الكلام بعض اللعيبه في الدوري المصري لسه راجعين، لعيبه النادي الاهلي راجعين من ماتش برده معنويا واقعين شويه، المحترفين محمد صلاح جاي برده مش في احسن حاله، الكلام ده كله. طبعا اللي انت بتتكلم النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها اللي هي نصبر على كابتن ايهاب، احنا الطبيعي ده في اي بلد في العالم
الموضوع ده لازم يبقى موجود. انت بتتكلم فهجيب لك اقل في يعني اقل بلد في الكوره كانت من فترات قريبه قطر. عملوا مشروع لمده 6 سنين أو 8 سنين هو راحوا على مدرب ناشئين لبرشلونه وجمع مجموعه لعيبه مناسبه لحد دلوقتي طبعا. ماشي بخطة كويسة جدا كانت محطة نجاح طبعا ومكمل ومنظمين كاس عالم والمنتخب بتاعهم منتخبات المصنفة اللي هم ممكن يعملوا حاجة في كاس العالم او يعدوا الادوار حاجة ما حصلتش في تاريخه طبعا. فده اللي المفروض يبقى موجود في منتخب مصر يبقى فيه سيستم بغض النظر عن الكابتن ايهاب هيبقى نوال لحاجة زي كده ولا لا. انا كنت عايز ابدأ من نهاية سيد في الكلام اللي هو بيقول الاداء ما بيتغيرش كتير مع كل المدربين اللي بييجوا يمسكوا منتخب مصر. ده يوصلك ان انت المواهب عندك قليله جدا. انت بتلعب في منتخب لعيبه منتخب مصر اللي موجوده 3 لعيبه نص ملعب مثلا ايا كان هم مين ما بيقدمولكش الفوارق اللي هي الكبيره. انت مفيش لعيب حسن عبد ربه، مفيش لعيب احمد حسن، مفيش لعيب محمد شوقي، مفيش اللعيبه اللي موجوده مع كابتن اسماعيل يوسف، كابتن مجدي عبد الغني، الناس اللي هي بتقدم الحاجات ديت. دلوقتي الموضوع بقى بعيد شويه. انت وكابتن سيد كنتوا في جيل كنا بندخل فيه كاس افريقيا احسن لاعب في البطوله كان بيبقى ديفندر من ديفندرات مصر دايما، مره احمد حسن، مره احمد حسن مرتين، عبد طبعا احمد حسن مرتين وحسن عبد ربه مره. فالموضوع موضوع الصراحه 3 لعيبه نص ملعب دول بيفرقوا مع اي تيم. النهارده كمان بتتكلم على بتدور على راس حربة يجيب لك جول بيلعب انت في كاس الامم وفي تصفيات كاس العالم، يعني متهيألي ما جبتش جوان كتير عدد الاهداف. فالموضوع طبعا محتاج صبر على اي مدير فني يبقى موجود. طالما انت جايبه وواثق فيه لازم تديله فرصته، لازم يبقى عندك مشروع انت تكمله او تبدا بيه وتكمله ايا كانت النتائج ايه. خلاص انت جبت الراجل وكملت، مش هتفضل تغير كل يوم طبعا. انت كده كده الموضوع زي ما سيد قال المتغيرات ما بتبقاش كتير او في اللعيبه او النتائج او الاداء، فلازم تسيب الراجل يشتغل. وانا بتمنى له التوفيق طبعا.